بعد 40 عاما سيطر فيها حزب البعث على السلطة في سوريا بموجب المادة 8 من دستور البلاد، مقاعد مجلس الشعب السوري قد تشهد تغييرا هذا العام. 250 مقعدا يتنافس عليها 7000 مرشح، نصفها يذهب للمرشحين عن العمال والفلاحين. وللمرة الأولى قد يشهد المجلس تلوينا في أعضائه بعد أن كانت الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة التقدمية الوطنية وحدها هي المسموح لها بخوض الانتخابات التشريعية. 7 مايو هو الموعد المرتقب لإجراء هذه الانتخابات، والمرشحون يعملون على تكثيف الدعاية الانتخابية لحشد الأصوات. حاليا فترة الدعاية الانتخابية انتهى، فترة الترشيح وبدأت فترة العملية، فترة الدعاية الانتخابية، وسوف توقف الدعاية الانتخابية قبل الانتخاب ب24 ساعة. إلا أن الانتخابات المقبلة التي تتميز بكونها الاستحقاق الأول بعد بدء الثورة السورية تتميز أيضا بعدم وجود مرشحين للمعارضة باستثناء مرشحي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، فالأحزاب المعارضة رفضت المشاركة في مجلس يقوم على دماء المواطنين السوريين، واحتجاجا على تحالفات حزب البعث مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية القادمة، ما يجعل حظوظ مرشحيهم معدومة. شوارع سوريا هذه امتلأت باللافتات والشعارات الانتخابية التي تمحورت بمعظمها حول الوحدة الوطنية وضرورة مشاركة الجيل الجديد من أجل تغييرات سلمية في البلد، في وقت انتشرت شعارات من نوع آخر في شوارع سورية أخرى ورفعت فيها لافتات وصور لقتلى ومعتقلين. فالسوريون يستقبلون الانتخابات المقبلة في ظل استمرار للقتل والدمار في مناطقهم منذ أكثر من 13 شهرا، ما يطرح تساؤلات حول نسبة المشاركة ونتيجة التصويت. نغم ربح، العربية.